ومشاهدينا بنصبح عليكم من جديد وبنصبح ايضا على الاشخاص اللي انضموا لنا هلا ليتابعونا بيوم جديد. ويعني اذا عم تشربوا قهوتكم لكم صحتين والف عافيه. هلا فقرتنا هي بتخص موضوع في غايه الاهميه وهو الزواج. ودائما بنحكي انه الزواج الناجح هو اللبنه الاساسيه اللي بيخرج من هذا البيت او من هذا الزواج افراد بيكونوا بنائين في المجتمع. فالزواج الناجح بينتج ايضا اشخاص ناجحين. اليوم رح نعرف من خلال دكتوره أحلام الخطاب وهي استشارية أسرية وتربوية عن أساسيات الزواج الناجح لكل الأشخاص اللي مزوجين الله يهنيهم. فممكن يعرفوا معنا اليوم شو هي الأساسيات لاستكمال زواج ناجح، وأيضا الأشخاص المقبلين على الزواج يعرفوا شو أساسيات الزواج الناجح حتى يستمروا في هاي الأساسيات. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله، نورة ما شاء الله عليك. خليك دكتورة، موضوع رائع وأكيد شيق. يعني شيق وما بيخلى من أي بيت أنه يعرف مثل هذا الموضوع الهام. فأحكي لنا شوي شو موضوع أساسيات، هل هناك فعلا أساسيات ومقومات للزواج الناجح؟ دكتورة أحلام، وصباح الخير لكل العرب لأن شام أهل الأردن. هو طبعا الحياة الزوجية بشكل عام بدون مقومات وأساسيات سليمة لن تنشأ ولن تستمر، وإن نشأت فلن تستمر ما دام ما في عنا نقول أهم لبنة بالحياة الزوجية يكون في الود والاحترام والتعاون. التعاون وايد مهم، كثير كثير مهم في الحياة الزوجية. يعني في كمان آية كريمة بتقول إنه ربنا سبحانه وتعالى وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني تخيل التسلسل بالقرآن الكريم، لتسكنوا إليها ثم مودة ورحمة. السكن هو الإحساس بالطمأنينة، الإحساس نعم بالأمان، الإحساس بالاحترام، الإحساس بالحب المتبادل، ثم تأتي المودة والمحبة بين الزوجين. يعني المشكلة هلأ بالمقبلين على الزواج إنه هو بخاف كتير من إشي اسمه مسؤولية الزواج. هذا للمقبل على الزواج. ليه؟ لأنه هي المسؤولية مسؤولية عظيمة، هي مش بس مسؤولية مالية، هي مسؤولية أصلا تضامنية بالمشاعر. إذا ما أنت أعطيت الطرف الآخر مشاعر وكانت المشاعر متبادلة بين الطرفين الحياة ما حتستمر. لأنه الحياة أنا بنظري بين الزوجين بدون حب مش صح. الحب بيعمل مستحيلات مثل ما بيقولوا. وكثير كثير لو بتلاحظي انت كمان في وصايا كانت الرسول عليه الصلاه والسلام انه يوصي ان الرجل بالذات يقول للمراه بحبك. كلمه بحبك لها مفهوم عظيم، بتحرك مشاعر عند الست، بتخلي الست حتى ما تنسى العشره اللي بينها وبين الزوج، بتخليها دائما تتذكر انه الرجل هذا بحبني. صح. عشان هيك في كثير بتلاحظي انت مشاكل بتصير بين الزوجين بسبب عدم التعبير. بالضبط بالضبط، عدم قدرة الرجل. هو ممكن يكون بحب بس هو مش عارف يعبر، ما بيعرف يعبر. هو لازم يتعلم كيف يعبر، لأنه هي مهمة كتير إنه الست بتحب الحنان، بتحب العطف، بتحب تحس إنه الطرف الآخر ببادلها نفس الأحاسيس، بتحب تسمع كلمة بحب كل شوية. ودائما الإنسان يعني إذا هو كيف بده يعرف إنه هذا الشخص بحس إذا ما حكى، إذا ما عبر، إذا ما طلب. يعني حتى دائما أنت ابنك كيف بدك تعرفي شو حاجاته إذا هو ما طلب، إذا ما حكى عن اللي بداخله. هي صعبة كتير، لأنه أنا بتهيألي إنه إحنا مرات بالمجتمعات العربية عنا شوية مشكلة بالتعبير عن المشاعر مع الزوج. صحيح. وكمان المرات النزاعات اللي بتصير بين الزوجين بتموت الاحساس بالكلمه او الرغبه في انه الرجل ينطق هذه الكلمه او الست كمان. بس هو طبعا انه احنا نقول انه في حياه زوجيه مثاليه وخاليه من المشاكل والنزاعات استحاله. طبعا استحاله استحاله، في هناك رجل وهناك امراه. هناك مرات نقول شويه عدم اتفاق بالافكار، عدم اتفاق بنقول ببعض الاسس في الحياه الزوجيه، ولكن لابد من الاتفاق على المبادئ في الحياه الزوجيه. مثل خلينا نقول مثلا المسؤوليه الماليه، نقول مسؤولية تضامنية، هي مسؤولية نقول تربية الأطفال. هي أمور لابد من الاتفاق عليها بأنه الطرفين مع بعضهم البعض يكونوا مسؤولين عنها. صح. نعم، متعاونين. المرأة لحالها مش حتقدر تربية أطفالها، الرجل لحاله كمان مش حيقدر. عشان هيك احنا بنسميها المسؤولية التضامنية التعاونية، لازم يكونوا الطرفين مع بعضهم البعض يدا بيد من أجل إيش؟ إنجاح الحياة الزوجية. لكن إذا كان واحد على حساب الآخر تنشأ الخلافات ويختل أحد مقومات الحياة الأسرية اللي هي التعاون اللي لابد منه داخل الأسرة، وبتزيد الأعباء يمكن على طرف واحد وبالنتيجه بتولد انفجار وبتولد نعم. تفاصيل نعم. يمكن نعم. سلبيه في العلاقه. طب دكتوره احلام، يعني اذا حكينا جزء من مقومات الحياه الزوجيه اللي تفضلتي فيها التعاون، التعبير، التفاصيل الاخرى، يعني اذا بنحكي عن ما قبل الزواج، الاشخاص المقبلين على الزواج، شو ممكن يتفقوا؟ شو ياخذوا بعين الاعتبار؟ او احيانا مرات كثير بيتفقوا على شيء بعد الزواج بتتغير المفاهيم، سواء عم نتحدث للانثى او للذكر، للرجل او للمراه، شو ياخذوا بعين الاعتبار حتى ياسسوا لزواج ناجح؟ انا بقول دائما لابد من التفاهم، من تكون في قعده خاصه، يعرف الرجل صفات المراه وتعرف المراه صفات الرجل. هو في صفات تظهر بعد الزواج. نعم. وتتغير بصراحه بعد الزواج بسبب الضغوط، ضغوط المجتمع، ضغوط الحياه، لكن لابد من انه هو يعرف شو صفاتها وهي تعرف شو صفاته. يعني في مبادئ
ما بيختلفوا عليها اثنين. في مبادئ اثناء النقاش بتبين في طبيعه المراه وطبيعه الرجل. يعني خلينا نقول المقبل على الزواج مثلا عنده حياه خاصه، بحب السهر بالليل، بحب يطلع مع اصحابه الليل. مثلا بالضبط، ممكن اقول لك مثلا انا عندي يوم معين في الاسبوع، هذا يوم لاصحابي لاصدقائي، بدي اسافر فيه، مش عارف تروحوا هون بالاردن العقبه، مش عارف بدي اروح اطلع مع اصحابي هذا اليوم، مش حكون عندك في البيت. الست اذا ما عرفت من البدايه انه هي طبيعه حياته، حتختلف بعد الزواج بعد ما يكون في اطفال. فالمفترض يكون في وضوح في شو شخصيتي، شو انا بحبه شو انا بكره. مثلا في بعض الرجال بيقول لك انه بياخذها مثلا انسانه عاديه، وبتكون مثلا عندها طموح، حابه مثلا تكمل دراستها هي كثير او تشتغل. هي كثير بتصير عنها بصراحه خلافات بالمجتمعات العربية. نعم. لكن أخذتني من الثانوية العامة، أنا إنسانة متفوقة، إنسانة طموحة، إنسانة بدي أكمل دراستي، تتفاجأ بعد الزواج إنه بقولها أنا ما عندي مرة بدها تشتغل، أنا ما عندي مرة مثلا بدها تقعد تربي أولادها، ما في دراسة. هذا اختلاف جوهري، هذا اختلاف مبدئي، هذا اختلاف كبير، لابد يكون في اتفاق عليه للمقبل على الزواج من قبل، يفهمها يا بنت الناس انا بدي 1 2 3 4 هي نفس القصه، انا محتاجه كذا كذا كذا، يبي يتفقوا يبي يختلفوا. يمكن المشكله دكتوره دائما بفترضوا الاشخاص المقبلين على الزواج بسبب يمكن الحب اللي بينهم اللي الله يدينه عليهم، لكن انه لا بعد الزواج مثلا بتغير. بغيره او بتغير هذا ذكاء الست، فهي يعني هاي هي يمكن الطامه الكبرى اللي بتصير بعد الزواج. هو شو بدي احكي، انه مو مشكله بدك تطلع تسافر ما يزعلوا بس ما يزعلوا من الستات. هلا ما يزعلوا الستات، هو الرجال دائما مظلوم، المراه يعني عندها كيد مش سهله بصراحه، فبتلاعب الرجال بعد الزواج، بتعرف كيف تمسكه وتقول له لا انت يعني وعدتني وعملت وسويت وانا بدي اضل وبدي ادرس وبدي اشتغل وبدي ما بعرف شو. وفي ستات تستجيب بامانه للرجل، بتقول لك خلاص انا بدي اصير ربة بيت. طبعا هو انا بنظري انها تقعد الست وتقابل اولادها وتربيهم، هي مهمه صعبه كثير، هي مو شوي، بتربي عماد المجتمع. صح. اللي هم الافراد اللي انت بتربيهم. صح. داخل البيت. صحيح. لكن بنرجع بنقول اذا ما كان في اتفاق مسبق مش حننجح الحياه الزوجيه. اذا احنا يمكن النصيحه اللي بتوجهها هي الشفافيه، انه الاثنين يكونوا صادقين مع بعضهم، صادقين مع بعضهم. نعم. ما في حدا يخبي عن الثاني. نعم. و العيوب يعني دائما يمكن احنا بتغمى على عيوننا قبل الزواج عن العيوب. هي في فتره الحب، هي فتره الغيبوبه. احكي لنا شوي عن هذا الموضوع اللي انت مثلا يعني ممكن عن جد ما تكونيش عارفه شو عيوب هذا الشخص او هاي الانسانه. بيكون ما في حدا خالي من العيوب. طبعا طبيعي. اكيد احنا مش مثاليين، احنا بشر يعني. طبعا. الله خلقنا بشر مش ملائكه. الله خلقنا لنخطئ ونتوب، ونخطئ ونتوب ونتعلم من حياتنا. هو المشكله انه اثناء فتره الخطبه بتكون المشاعر جياشه، بيكون هو شايفته هو الحبيب، هو فارس الاحلام، وهو نفس الشيء حبيبته اللي ما في منها، فما بيفكروا بهاي الامور. واحيانا بيفكروا لكن بتغاضوا. هو بيفكر بسطحيه، هو بيناقشها، حتى ممكن يكون قاعد معها بمطعم او زائرها او زائرته او قاعدين مع بعض، فبيتكلموا بسطحيه، ما بيتكلموا بتعمق، لانه ما بده ينشا خلاف اثناء فتره الخطبه. بده يضل يحبها وتحبه على التليفون، وتضل يحكوا مع بعضهم البعض بدون مش مشاكل. بالضبط، عايشين الجو الرومانسي اللي اصلا بالحياه الزوجيه يبدا يتلاشى شوي شوي. صحيح. ويتلاشى طبعا مش للاسباب، انه مرات اوكي في هناك اسباب تقع على الرجل والمراه، لكن انت بتعرف ضغوط المجتمع اللي احنا فيه مرات بتخليك شوي ستريس في حياتك، بتخليك شوي يعني بتفكر لما صار عندك زوجة أنا مسؤول عنها، أنا مثلا مسؤول عن أسرة، أنا مسؤول عن بيت، بدي أوفرها الحياة الكريمة اللي أنا كنت أخليها تحلم فيها. صح. فبيبدأ شوي أنه يتلاشى الإحساس بالحب، يعني ممكن لسه الصبح مثلا ما يبوسها ولا ما يحبها ولا ما يضمها. العبطة هي كتير مهمة للست الصبح، ولا حاسس عليها حاسسها أنه هو زوج، أنه هو رجل، أنه هو أنا بحبك. هي تبدأ المرأة تفتقدها. المرأة مشكلة أنها بتحس أنه الرجال ما عاد يحبها. هي مش قصة أنه ما عاد يحبها، والحب موجود، هو لكن هو مش عارف يعبر عنه، لأنه زي ما قلنا أنه ممكن يكون في ضغوط وفي ستريس اجتماعي واقتصادي وتفاصيل اخرى. والمشكله هي اللي سببت هاي الضغوط، لانه مرات يعني الغالبيه العظمى من مجتمعاتنا العربيه الرجل لما بيتزوج الست بيكونش عنده الامكانيات الكافيه، فلما بيتزوجها بيتكفل ببعض الديون، ببعض المشاكل الماليه بتصير، فبصير كمان عنده دوشه تفكير انه هلا بدي يجيني اطفال، هلا مثلا البيت هذا لازم انتقل اكبر منه، لازم احسن مثلا من وضعي المادي برا، لازم اشتغل اكثر. في ناس بتشتغل الصبح تشتغل المساء، كل هذا علشان شو؟ عشان يوفر للست حياه كريمه. هلا الست مقابل الحياه الكريمه مش بس بدها حياه كريمه، كمان بدها حب، كمان بدها الضم الصبر. بالضبط، الاهتمام الكبير هذا. طب دكتور احلام، هل نمط الحياه اللي هلا حاليا مختلف طبعا اكيد عن زمان؟ نعم. ضمن السرعه الهائله اللي عايشين فيها. نعم. ضمن مواقع التواصل الاجتماعي اللي التكنولوجي اللي التليفونات دائما بايدينا، خلينا نقول كمبيوترز، هل غيرت او سببت اعتلال في مقومات الزواج الصحيح؟ انا بقول نعم، التربيه الحديثه كمان لها دور عدا عن التكنولوجيا. هلا التربيه الحديثه لو بتلاحظي انت بكل صدق نتكلم انه البنت كثير دلوعه والرجال دلوع. كان اول الرجال رجال. صح. على ايام جدودنا رجال كلمته واحده،
هلا لو سوري بهالكلمه لو زعلت ولا علت صوتها شويه خلص بتنازل بيعطيها كل اللي بدها اياه، بيكون بدون ما يفكر انه هذا صح ولا خطا. هلا وين المشكله وكيف صارت؟ التربيه بالداخل البيت من الاساس. حتى امهاتنا وجداتنا يعني كانوا يمكن يربوا 4 و5 بدون عفوا خادمه بمنازلهم. هلا بخلف واحد بتجيب له واحد بتقول له ما فيني اجيب الثاني، صح، او جيب لي خدامه تقعد معي بالبيت. شو السبب؟ تربيه اساسيه، تربيه هلا فيها رفاهيه زياده. هلا مين ما بيقدر يسافر، مين ما بيقدر يطلع برا، مين ما بيقدر على قولتك يمسك تليفون، ما بيقدر يشوف العالم ويحتك. هلا البرامج بالتلفزيون خلت الست تنطلق الى عالم ثاني، العولمه خلتها تشوف اشياء عمرها ما شافتها، فبدها تطبقها على حي... على على شخ... على شخصيتها. الجامعات، الكليات، المعاهد، كل الحياه هاي اللي بتشوفيها انت برا تؤثر مرات سلبا اذا ما قدرنا احنا نديرها صح على شخصياتنا. صارت البنت حتى لو بتلاحظي انت في بنات بتوصل عمر 30 سنه مش يفكر بالرجل، الرجل نفس القصه بقول لك انا ليش اروح اتزوج بنت، خلص انا هيك مبسوط وشايف حياتي. الاسره وفرت له كل الاساليب اللي بترفه، فبقول لك انا مش بحاجه للست. طب احنا كيف بنقدر، ما بدنا نرجع لورا لانه صعب انه نرجع لورا في خضم كل هاي التفاصيل اللي بنعيشها، مع انه عجبتني مقوله هذيك اليوم سمعتها بقول لك دعونا نعود للابيض والاسود فقد خنقتنا الالوان. والله خنقتنا، فيا ريت تقدر نرجع للابيض والاسود، لكن صعب. فكيف نقدر نواكب نفسنا، نأقلم نفسنا مع كل هذا التطور ومع زي ما تفضلت التربية الحديثة؟ نعم. لكن نعم. نحافظ على شهامة الرجل، كلمة الرجل. يمكن حتى الرجل زمان ما كانش يقدر يأخذ من المرأة حتى فلوس للأسف حتى. يعني المرأة أيضا حتى كمان حتى ضرب العنف، في عنف على الستات. كيف نقدر دكتورة؟ نعم. كيف نقدر؟ أنا بقول إنه المناهج في المدارس لها دور كبير. تعليم. لاحظي لاحظي مناهجنا احنا كلها مساواة بين المرأة والرجل، مساواة بين المرأة والرجل، بتحسسك انك انت راس براس. احنا عمرنا ما حنصير نتساوى مع الرجل، نتكلم بس احنا ما بنطلب المساواة، احنا بنطلب العدالة دائما. يعني هي العدالة، كلمتك كثير حلوة، فرق. صح. الله سبحانه وتعالى حتى امر بالعدالة بين أكيد. الرجل والمرأة، لكن من عمل عملا من ذكر او انثى، شوف يعني ربنا سبحانه وتعالى عدل. بالضبط عدل. نعم. لكن لما بتيجي انت بتقولي انا مساواه، طب انت مساواه بدك تشتغلي مثلا ساعه واحدة بالليل ولا 12 بالليل وانت امراه، سوري بهالكلمه، بتحملي بتجيبي بيبي؟ امراه قبل ما تجيك الاولى الدوره الشهريه، شو التغيير الفسيولوجي اللي يطرا على جسمك من اعصاب؟ صحيح. من ستريس، من تعب، بتخليكي ممكن يعني هو كل يعني جسديا احنا مختلفين. يعني هلا حتى الاتيكيت والبروتوكول لما بتقدر تسلمي مثل الزلمه، طالع انت بمكان بباص وفي ست واقفه، الرجل المفروض انه يقعد، هلا بيقعد هلا ما بيقعد، فهلا بقول لك ما دام بدكم مساواه خليها واقفه زي يعني زيها زي الرجل. فيها سلبيات اكيد، مفهوم خاطئ. مو هذا المفهوم اللي عم تحكي انت، لانه هم تشبعوا فيه البنات والاولاد في دراستهم، لانه احنا بندرس وقاعدين ونتعلم وقاعدين، عدا عن الافلام، عاد عن اليوتيوبات اللي بندخلها وبتعلم منها. صح. كلها اثرت على المراه، صارت راس براس مثل الرجال. اذا مثل الرجال بدك تتقبلي المجتمع اللي انت فيه، معناتها اذا حكم عليك الرجال سوري بالقسوه بدك انت قلتي انا مثلي مثل الرجال. المراه دائما انا بقول اجمل ما فيها الخضوع للرجل، اجمل فيها هي تحس الخضوع هو شيء من الحب، هو شيء من الحنان، هو شيء من الاحساس باني انا اقل مستوى من الرجل. إذا أنا حطيت صرت راسي براسي بزلمة مش هحس بحبه. ومن الرائع الرجل يتفهم أيضا هذا. أنا ما بتكلم عن كل الرجال، ممكن رجال قاسيين. صح. بس احنا بنتكلم بشكل عام. نعم. هلا أكيد في شواذ، أكيد في رجال حتى لو كانت المرأة خاضعة هم جبارين. طب هم دكتورة قاسين. دكتورة هيك بدنا نكسبك يعني رسالة في نهاية لقائنا لكل الأشخاص اللي بيحضرونا سواء رجال أم نساء، يعني كلامك رائع جميل. يمكن ما بدنا الفقرة إنها تنتهي، لكن هيك بدنا نكسبك برسالة عامة تنصحي فيها كل الأزواج اللي بيحضرونا أو مقبلين. والله انا كثير بدي اوصل رجال على الست، هي الست انا بعرف انها شويه مغلبه الدنيا وذات كيد مش سهله، بس هي الست بتضل بدخلها طفل صغير، محتاج الحب، محتاج الحنان، محتاج العطف، محتاج الرأفه فيها. وبعدين ضبط النفس عند الرجل مطلوب كثير، هو الله سبحانه وتعالى ما اعطاه القوامه، اعطاه القوامه بكل شيء، يضبط نفسه شوي ويتحمل المراه شوي، لانه المراه بطبيعتها عصبيه وشديده الانفعال، لكن الرجل الله ما خلقه بصدر واسع، يتحمل الست ولو اجره عند الله. صحيح. يتحملنا بكفي هاي. يعني الله عليك يا دكتوره، يعني كلام في غايه الروعه وكلام واقعي في الصميم. يعني هذا الجميل انه احنا بنحكي بواقع، ما بنحكي خلينا نقول نظريات. بدنا نشكرك دكتوره احلام الخطاب، استشاريه طبعا اسريه وتربويه، كنتي معنا في معرفة الزواج ومقومات الزواج وأساسيات الزواج. شكرا لك. شكرا لكم. تسلمي.